ناقد من العراق وأكاديمي صاحب مشروع نقدي وفكري، درس المركزيتين الغربية والإسلامية، متخصص في نقد الدراسات السردية والمركزيات الثقافية، ولديه اهتمام بحثي مركز بتاريخ العربية وتطورها الحديث. درس في العراق وليبيا وقطر حيث يقيم اليوم، وشارك في ملتقيات ثقافية عديدة، وله عدد من الدراسات الأدبية والفكرية. من مؤلفاته السردية العربية، المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية، عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، معرفة الآخر، التفكيك، الأصول والمقولات، وموسوعة السرد العربي. وصف بأنه صاحب أفكار خطيرة ومزعجة للكثيرين من نظرائه الكتاب والكاتبات العرب، منها أن على الكتاب أن يعرفوا كيف يتوقفون حين تنضب مخيلتهم، ومنها أن الرواية النسائية العربية بعضها في طور المراهقة وبعضها يشكل إضافة إلى الرواية العربية. وهو أخيرا صاحب أطول سجل لليوميات معاصر، فهو يسجل يومياته الشخصية منذ شتاء 1976، ولديه 10 مجلدات من اليوميات الشخصية لأكثر من 30 سنة. معنا في هذه الليلة الناقد العراقي الدكتور عبد الله إبراهيم. يا هلا فيك معنا. أهلا بك، وأنا مسرور أن ألتقي فيك دكتورة. يا هلا فيك معنا. نبدأ من العراق، يعني البيئة الأولى، المكان الأول، حيث توفي الأب وأنت صغير في السابعة، وفقدت الأم وأنت في الثالثة عشر. أحكي لنا عن هذا البيت، عن هذه البيئة الأولى. أنت تعيديني إلى رسم مسار ذاتي في العراق، حيث يغيب عني العراق الآن. وحينما نتحدث عن رسم للطفولة، ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أنه لا يجوز أبداً أن نصطنع تاريخ ذهبي لتلك الطفولة. صحيح. وأن لا نزيف ذلك الماضي، وأن لا نخضع تلك الأحداث للأهواء والميول، إنما علينا أن نأخذ بالحسبان كيف تشكلت هذه الذات ضمن سياقها وضمن ظروفها وضمن الحقبة اللي ظهرت فيها. صحيح. إذا نرجع للتكوين هذا الأول. التكوين الأول، يعني لا توجد أحداث كبيرة، ولا أقبل لنفسي أن أزيف أو أختلق أحداث كبيرة، إنها حياة طفل صغير في بيئة قروية بعائلة اعتيادية. من هذا الوسط البسيط انبثقت الأشياء الأخرى. كيف تصف هذا البيت؟ هل كان يعني بيت مثقف متعلم أم أمي؟ لا، على الإطلاق بيت. نحن الآن نتكلم عن بداية الستينيات. نعم. وأنا أنتمي إلى تلك الحقبة وذلك السياق، وكنت ابنا لعائلة بسيطة أمية. وأنا يعني أتشرف أن أصف تاريخي كما هو، لأنه مسار حياتي هو عبارة عن تحدي لأن أكون أمينا ومتصلا بهذه الخلفية الاجتماعية. نعم دكتور، هل ثمة ملامح واضحة للأب، خصوصا أنك لم تعش معه، يعني كنت صغيرا وفي السابعة، في ملامح واضحة؟ نعم، في تأثير؟ نعم، نحن في الأسرة نعيش أسطورة الأب، أسطورة أبي. كيف؟ يعني له أسطورة ضخمت كأسطورة كأي أب عادة ما تكون له أسطورة. فأبي فيما ارتسم في بالي أو في مخيلتي الآن، هو رجل عصامي التشكيل، حياته مجاهدة، وبنى أسرة من وضع بسيط جدا، ولهذا كان يعني يعد المثل الأعلى لي، لأن وأنا أعتقد أنني بدرجة ما استمرار لهذا تشبه إلى حد لهذا ما النزوع. نعم. نعم، يعني أتصور أنه أبي لم يفصح عن عواطفه بالطريقة التي يفصح بها الآباء لأطفالهم أو نسائهم أو حتى أصدقائهم.
وأنا ما زلت لدي حبسة في الإفصاح عن أفكاري ومشاعري إلا بعد أن يخلخل تماسك الخارجي فأنفتح على الآخر. إحنا بنحاول اليوم نخلخل شوية هذا النظام. تقول أن الشخص الذي تدين له كل يعني كل نجاح في حياتك الوالدة الأم، وتقول عن الأم أنها هي التي وضعت أو صنعت الإطار الصلب لحياته للدكتور عبد الله إبراهيم. احكي لنا عن هذه الأم. هي صنعت الإطار الناظم لحياة عبد الله إبراهيم وليس الدكتور عبد الله إبراهيم، لكن كل ما جاء فيما بعد هو نوع من الوفاء لوعود ذاتية مضمرة ومتوارية داخل أعماقي من أجل الإيفاء لذكرى الأم. من أهم هذه الوعود؟ أنا أعتقد أنه دكتورة أنه أنا يعني باختفاء الأب وأنا في الصغر ثم وفاة الأم بالسرطان وأنا أيضا في 13 من عمري انحسرت من عالمي الطفولة. ولهذا بمجرد وفاة أبي بدأت أمي تقتلعني اقتلاع كامل من الطفولة وتدفع بي إلى مرحلة الرجولة والمسؤوليات. نعم. ولهذا تمرست منذ الصغر بهذا الدور. نعم. في حياة أمي يعني. نعم، أعتقد أنك دكتور عصامي، يعني خاصة أن هذه البيئة اللي كانت أقرب إلى الأمية وإلى البساطة وإلى التواضع، كيف بدأ ممكن نقول الولع الأول المبكر بالشعر وبالأدب، وخاصة أنك بدأت شاعرا وقلت في إحدى المرات أنك فشلت أن تكون شاعرا، كيف بدأت هذه العلاقة باللغة؟ نعم، إذا كانت العصامية يعني هبة أو مدحا فأنا أصفها أنها القدرة على مغادرة حال معين اجتماعي وثقافي وشخصي. نعم. نعم. والانتقال بالذات بأن توضع ضمن إطار متدرج للتطور. كيف وضعت هذه الخطة؟ أم أن في محطات مهمة أو سخرت أشياء مهمة في طريقك؟ أنا لا توجد لدي طبعا، أنا الآن أتكلم مثل ما بدأت الحديث حينما قلت أنه ينبغي أن يرسم ترسم الطفولة والسنوات المبكرة من العمر كما هي. فهذه ليست جاهزة. نعم. نتعامل معها كشيء جاهز الآن. نعم. إنما نستعيد عملية تشكلها وتكونها عبر الزمن. نعم. وفي العموم تجربتي هي تجربة أخطاء وتعلم من أخطاء. نعم، إحنا حابين أنك تأخذنا إلى بعض التفاصيل دكتور، يعني الوجوه اللي مرت في حياتك، الناس اللي حرضوك على مثلا مشروعك اللي بدأته، علاقتك بالشعر، كيف حبيت الشعر، كيف قرأت القصايد اللي أسرتك في البدايات، الشعراء، احكي لنا عن هاي الأشياء. القراءة طبعا بدأت قبل الاهتمامات الأدبية بحقبة، يعني الفترة الأولى فترة الدراسة الابتدائية كنت أنا ولوع بالقراءة والقراءات البسيطة التي تتناسب مع عمر من هذا بالمدرسة المستوى. يعني بدأت بالمدرسة. نعم. لكن مع الدراسة المتوسطة انخرطت ضمن جماعات من الأصدقاء الأدباء في مدينة كركوك. نعم. في العراق، وهؤلاء يعني وضعوني في سياق الاهتمامات الأدبية. ومن الطبيعي للجميع فيما أعتقد كل من يشاهدنا أو يستمع إلينا أنه تبدأ الاهتمامات الشعرية أولاً لأنها تداعب هذه الخيالات الأولى، الخيالات البريئة. نعم. الانفعالات المراهقة. ولهذا ينزلق المرء إلى هذه المنطقة الحالمة. نعم. إذا صح التعبير، والبعض يستمر فيها ويبلورها ويطورها وينتمي إليه انتماء كاملا. نعم. والبعض تعد هي مجرد مرحلة عابرة في حياته، وأنا كنت من النوع الثاني الذي دهشت بالشعر واعتقدت بأنني شاعر ومارست الشعر ونشرت قصائد. طب من اللي قال لك ما تصلح شاعر وقلت أن أنا شاعر فاشل؟ أنا أعتقد اكتشفت أنه أنا يعني كائن كان عندك الوعي؟ يعني الكافي في تلك المرحلة أنك تحكم هذه قصيدة. نعم. ومش قصيدة، بدليل أني قررت أن أتوقف لأنني لم أجد ذاتي في هذه المنطقة، ولم أجد أن هذه المنطقة يعني قادرة ذاتي على تلبية شروطها واحتياجاتها. نعم. نعم. ولهذا اتجهت إلى القصة القصيرة. نعم. يعني في وقت مبكر يعد.